قريب مني أم لا أبدا؟ مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. تصريحات متتالية للإدارة الأمريكية موجهة ضد إيران أخذت طابعا تصاعديا منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة. إيران وعلى لسان مرشدها الأعلى علي خامنئي أكدت أنها لا تخشى هذه التهديدات وأن الشعب الإيراني سيرد عليها خلال مظاهرات الاحتفال بذكرى انتصار الثورة، ما يفتح باب التساؤل واسعا عن سقف هذا التوتر، وهل يؤدي إلى مواجهة عسكرية وما هي حدود هذه المواجهة، خصوصا مع اتهامات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لإيران بأنها دولة راعية للإرهاب. ترامب قالها صراحة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في تعامله مع إيران. أما موسكو فقد حذرت من احتمال خروج طهران من الاتفاق النووي بسبب عقوبات واشنطن وخطابها القاسي، معتبرة حدوث هذا السيناريو بمنزلة فشل للمجتمع الدولي. نناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد المذحجي، الخبير والباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا وسهلا بك سيد المذحجي. أيضا معنا عبر سكايب الأستاذ محجوب الزويري، الأستاذ المتخصص في دراسات الخليج، يتحدث معنا من الدوحة. أهلا وسهلا بك سيد الزويري. أهلا بكم. أبدأ معك أستاذ محمد المذحجي. منذ تولي ترامب خطاب متصاعد، تهديدات، عقوبات، حديث عن رعاية للإرهاب، هل نحن أمام الآن مرحلة جديدة من العلاقات الأمريكية الإيرانية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحيي حضرتك وضيفنا الكريم من الدوحة وأيضا السادة المشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا. إذا أردنا أن نحلل أو نقرأ ما بين السطور فيما يتعلق بتصريحات ترامب وإدارته والتصريحات يعني المتصاعدة بشكل غير طبيعي خلنا نقول خلال أسبوعين، وأصبحت التصريحات أكثر حدة من فترة الحملة الانتخابية، وعادة ما التصريحات ما بعد الانتخابات تكون أقل حدة من فترة الحملة الانتخابية لأنها جزء من الدعاية وهذا شيء بطبيعتها يعني. لكنه نرى أنه ترامب وأيضا فريقه، خاصة الفريق اللي يتعلق بالأمن القومي والبنتاغون، يصرحون بتصريحات حادة ونبرة حادة جدا، ويعني يظهر أنه الإدارة الأمريكية الجديدة في هناك استعجال لتطبيق شيء ما، أو استراتيجية ترامب الشرق الأوسطية التي تختلف عن استراتيجية أوباما التي اعتمدها على أساس أنه يكون لإيران دور كبير، إن لم يكن دور محوري كان دورا كبيرا لإيران في الترتيبات السياسية والأمنية الذي أراد أن ترامب أوباما أن ينفذها في المنطقة. لكن الآن تغير الموقف، وترامب بدأ يصرح عن محور عربي، محور معتدل عربي بما يصفه هو، يعني لا نعرف ما هي التوصيفات أو الأوصاف لهذا الاعتدال اللي هو يصرح به. ونعلم أنه الإدارة الأمريكية دوما تقول أنها تريد تحارب الإرهاب، وهذه شماعة محاربة الإرهاب بقت كانت وأنا برأيي من المرجح أن تبقى غطاء لتنفيذ المشاريع الأمريكية في المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام. إذا لاحظنا نقطة اللي يعني موضوع اللي أدى بفوز ترامب، والقول أنه باختيار ترامب من قبل مؤسسات معينة داخل العمق البيت الأمريكي، هناك يعني نحن على أعتاب ولادة نظام دولي جديد، خاصة بعد قرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة في صيف 2014 التي اعتبرت إنهاء حقبة بترو دولار، وهو القرار اللي وقع عليه أوباما إنهاء حظر تصدير النفط الأمريكي إلى خارج الولايات المتحدة وبدء الولايات المتحدة بتصدير النفط إلى خارج أراضيها. هذا سيؤدي إلى ولادة نظام دولي جديد، وفي هذا النظام طبعا لمنطقة الشرق الأوسط سيكون دورا كبيرا كما كان في عام 1916 حينما وضع أسس سايكس بيكو حينها من قبل بريطانيا كمندوب أو كممثل للمحور الأنجلو ساكسوني، وفرنسا كممثل للمحور اللاتيني. الآن استبدلت الأدوار، الولايات المتحدة تمثل محور الأنجلو ساكسوني، وروسيا تمثل الأفرنجة أو المحور اللاتيني. فنحن على قيد إنشاء نظام وترتيبات جديدة في المنطقة بعيدا عن الدور البريطاني والدور الفرنسي. نعم. وكل هذا يتطلب دور جديد من إيران، وإيران تعمل مع الاتحاد الأوروبي
هذه نقطة مهمة جوهرية نراها في الدفاع يعني في دعم الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي. سنعود إلى هذه التفاصيل أكثر، لكن أتوجه إلى الدوحة مع السيد محجوب الزويري. نظام دولي جديد، شرق أوسط جديد، مخطط يسعى ربما ترامب بسرعة لتنفيذه، ذكر إيران عدة مرات الآن منذ توليه السلطة، بدأ بتنفيذ وعوده الانتخابية. ماذا يسعى ترامب الآن في علاقته مع إيران؟ ماذا يريد وما الهدف برأيك؟ العلاقة الإيرانية الأمريكية الحقيقة دخلت فصل ملفت الانتباه في فترة الرئيس باراك أوباما، وكان هذا الفصل ما يسمى بربيع العلاقة الأمريكية الإيرانية. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه كان من الممكن أن يستمر هذا الفصل، بالنظر إلى جملة من العوامل أهمها وجود تيار معارض للتوافق مع إيران بسبب نظرة مؤسسية داخل المؤسسة الأمريكية. هذه النظرة تمثلت في الحزب الجمهوري وبعض التيارات السياسية أو القوى الضاغطة في الإدارات الأمريكية. ما يحصل الآن عمليا هو أن الإدارة الأمريكية أو أن المؤسسة السياسية الأمريكية التقليدية قدمت شخصا مثل ترامب، وتحاول العودة بالرغم من أن ترامب ينتقد هذه المؤسسة. ترامب في موقفه من إيران لا يبدو مختلفا عن مواقف إدارة الرئيس الأمريكي بوش الابن تحديدا، والذي بقي في إدارة الأمريكية لمدة 8 سنوات. العنوان الأصلي لترامب هو أنه سيمزق الاتفاق النووي، وبأن الاتفاق النووي كان أسوأ اتفاقا، وبأن إيران راعية للإرهاب. عمل على 3 محاور أساسية، أولها أنه أتى بشخصيات غير متصالحة مع إيران، ابتداء منه شخصيا كرئيس، وثم مستشار الأمن القومي، وزير الخارجية، وزير الدفاع، وبالتالي هذا قضية. المحور الثاني هو أنه يحاول الاقتراب من روسيا، ويحاول أن يفك حالة الغرام التي كانت لحد ما بين موسكو وطهران لفترة معينة، ويبدو أنه يحاول تفكيك هذه العلاقة لمصالح تتعلق بالولايات المتحدة بالضرورة. الأمر الثالث والأساسي هو أن ترامب منذ أن دخل البيت الأبيض بدأ كالعاصفة، وبدأ بإصدار الأوامر التنفيذية التي جلبت له كثيرا من التيارات المعارضة أو من رفض الشعب داخل الولايات المتحدة والانتقاد الدولي. باعتقادي أن العلاقة الأمريكية الإيرانية الآن تدخل فصلا أساسيا، وهو أن كلا الطرفين يهرب وينزع نحو المواجهة. المواجهة بمعنى الحرب الكلامية مستعرة بين الطرفين. المرشد الأعلى للثورة الإيرانية صرح أمس بأن ترامب أعاد لإيران أعاد للولايات المتحدة صورتها الحقيقية، وكأن صورتها قد تغيرت في عهد الرئيس باراك أوباما. هذه الحرب الكلامية ليست بلا معنى، هي حرب كلامية تؤثر على حالة من العداء والخصومة تم استعادتها الآن. وأعتقد بأنه التوافق ربما هذه نقطة التوافق الأصلية بالمناسبة حول ما يجري في الولايات المتحدة الآن خلال 3 أسابيع الماضية. نقطة التوافق الأصلية بين أركان الإدارة هي إيران. ما خلا ذلك هناك موضع اختلاف كبير، سواء ذلك الأوامر التنفيذية، سواء ذلك تعلق بالعلاقة مع روسيا، إلى غير ذلك من القضايا. وبالتالي أنا أرى بأنه العلاقة الأمريكية الإيرانية تدخل فصلا جديدا، عنوان الأساس الحرب الكلامية والخصومة. وأعتقد وما كتبت عنه اليوم هو أن إيران والولايات المتحدة، النظام السياسي في إيران وكذلك الولايات المتحدة إدارة ترامب، قد تستمر في المواجهة هربا من بعض الضغوط الداخلية. بمعنى آخر الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطا داخلية، النزوع إلى المواجهة مع إيران قد يحرف اتجاهات الرأي العام. النظام السياسي في إيران يواجه أزمة سياسية واقتصادية مهمة داخلية يعني أفهم. نعم. طيب الدكتور محجوب، يعني إذا أخذنا الموضوع الأهم في هذا التوتر والذي بدأ بقضية الاتفاق النووي الإيراني، اعتبار ترامب هذا الاتفاق اتفاق سيء واتفاق مشين، هل يمكن لترامب وإدارة ترامب أن تلغي هذا الاتفاق، أن تنسحب من هذا الاتفاق؟ هل تستطيع لوحدها عمل هذا الشيء، أم أنها مطالبة بتوافق دولي لإلغاء اتفاق كهذا؟ أولا الاتفاق النووي الذي تم توقيعه ليس اتفاقا ثنائيا، هو اتفاق جمع أو وقع عليه
5 من الدول العظمى منها الولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا، وبالتالي هو اتفاق ذا صبغة دولية. ما تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله هو أمران مهمان. الأول هو أن يقوم الرئيس ترامب بتفعيل جملة من الإجراءات تعطل الاتفاق أو تزيد حجم الإجراءات المعقدة لتنفيذ الاتفاق، وهذا يعني بالضرورة تعقيد التعامل الشركات، خاصة أنه الآن فرض حجم من العقوبات على إيران كما رأينا في الأسبوع الماضي. هذا التعقيد بحجم الإجراءات سيخفف لحد كبير مدى الفائدة التي تحصى عليها إيران من الاتفاق، مما يدفع إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران التي ستنعكس في الداخل الإيراني. والتوقيت في غاية الأهمية، إيران متجه انتخابات رئاسية بعد أقل من 3 أشهر، على وقع صومة سيكون هنالك بلا شك اتجاه تيار أكثر تشددا في إيران كما شاهدنا في الظروف السابقة. النظام السياسي في إيران عندما يواجه صومة مع الولايات المتحدة يدفع التيار الأكثر تطرفا فيه لمواجهة الولايات المتحدة، ولذلك سيغيب عن المشهد أي صوت الاعتدال في إيران بشكل دفع. هذا أيضا سينعكس السياسة الإقليمية، إيران ستنحى أكثر عدوانية. يعني معذرة الدكتور الزويري، هناك تقطع في الصوت، لا نستطيع سماعك بشكل جيد، لكن ربما نعاود الالتصاق بك مرة أخرى. الزملاء يحاولون مرة أخرى. أستاذ محمد المدحجي، يعني أشرت إلى علاقة إيران مع أوروبا، وفي الإطار الذي كان يتحدث به ضيفنا من الدوحة بعدم إمكانية ترامب لإلغاء هذا الاتفاق وحيدا، لأنه اتفاق وقع بأطراف دولية أخرى، ما هو الموقف الأوروبي برأيك؟ هل يسمح بفشل اتفاق كهذا موسكو أيضا على سبيل المثال؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار المواقف التي تبنتها على سبيل المثال لندن وبرلين كأبرز دولتين في القارة الأوروبية وليس فقط الاتحاد، بمعنى أنه الاتحاد بريطانيا خرجت من الاتحاد، نرى أن المواقف البريطانية والألمانية مواقف داعمة بقوة لإيران وللاتفاق النووي، وليس فقط الاتفاق النووي، لإيران وللاتفاق النووي. على سبيل المثال بريطانيا، الحكومة البريطانية تدفع البنوك البريطانية باتجاه التعامل مع البنوك الإيرانية التي عليها يعني الولايات المتحدة وضعت عليها عقوبات، والبنوك البريطانية تمتنع من التنفيذ أوامر الحكومة أو نصائح الحكومة. فالاتحاد الأوروبي لا يزال يعول على السياسة التقليدية في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، الاعتماد على إيران على سبيل المثال، أو الاعتماد على إسرائيل في جانب ثاني ليس في جانب اللي يخص إيران، يعني في الترتيبات اللي تخص المنطقة بشكل عام. فلكنه ترامب جاء بسياسة مختلفة، يريد التعامل والشراكة ليس الاتحاد، يعني التحالف، لأن في فرق بين هذه المصطلحات، مع روسيا لمعطيات تختلف عن المعطيات الحالية التقليدية. إذا لاحظنا ترامب فاز بالمحافظات الوسطى، بالولايات الوسطى في أمريكا، الولايات التي تقع على الشاطئين، الشاطئ الغربي والشرقي، فازت بها هيلاري كلينتون. هذني الولايات بالشاطئين يمثلا البزنس، اللوبي البزنس. الولايات الوسطى يمثلا لوبي الزراعة اللي يعتمد يعني المليارديرية في هذه الولايات يعتمدون على الزراعة، وهم الذين أسسوا الولايات المتحدة، والأوائل الذين ذهبوا من إيرلندا وبريطانيا وأوروبا إلى تأسيس الولايات المتحدة. الآن هناك تيارات في الولايات المتحدة تتغير، ما يعني تتبادل السلطة ما بينها، والآن ترامب ينوب هذا التيار. هؤلاء يبحثون عن ساحات جديدة لتوسعة أو تطوير بيزنسهم اللي يكون على الزراعة في روسيا. روسيا لديها أراضي هائلة الإمكان بزراعتها. لهذا السبب نرى هناك شراكة ما بين الولايات المتحدة من هذا الجانب. هذا إذا أسقطنا هذه العلاقات أو هذه الترتيبات الجديدة على الشرق الأوسط، نرى ملامح تعاون روسي أمريكي. على سبيل المثال الولايات المتحدة تتعاون مع الدور الروسي الآن في سوريا بشكل وآخر، هناك سيكون مقابل دون ضرر الشكل، المقابل سيكون في العراق وفي إيران للولايات المتحدة. الآن الولايات المتحدة تضغط على إيران لتدفعها بحضن الروسي حتى يتم تطويع دورها لصالح الولايات المتحدة وصالح روسيا أيضا بنفس الوقت.
ونعلم ان روسيا مصطدمه مع الاتحاد الاوروبي بشتى يعني القطاعات، بالانتخابات تتدخل بالانتخابات الاوروبيه، هذه معروف للجميع اصبح ما تفعله روسيا. اوكرانيا والملف السوري ايضا، والملف السوري ولفات كثيره. اذا هنا يكون مفهوما ربما التحذير الروسي من فشل هذا الاتفاق واعتباره فشلا للمجتمع الدولي. نعم فشلنا لأوروبا. واليوم قالوا يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار حرف حرف التصريح اللي صدر من أحد مسؤولي وزارة الخارجية الروسية، قال أنه لا جدوى لمفاوضات أخرى، وهذه رسالة موجهة لإيران وليس لجانب آخر. يعني روسيا إذا تم إلغاء الاتفاق النووي اللي ما نراه هو يتجه باتجاه الإلغاء، واليوم فوكس نيوز نشرت تقرير ملفت جداً أنه مارك بومبيو رئيس السي آي اي يضغط على ترامب للإعلان عن الجزء السري للاتفاق النووي، وهو أصلا الدليل الأساسي أو الدافع الأساسي الذي دفع إيران للتوقيع على هذا الاتفاق. الجزء التقني إيران تنازلت عن أشياء كثيرة، لكنها حصلت على الجزء السري الذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن، والآن السي آي اي تدفع ترامب باتجاه الإعلان على ذلك الجزء، يعني خسارة إيران بالاتفاق النووي. في الواقع ترامب لا يريد يحاول إلغاء الاتفاق النووي حتى يتحمل مسؤوليته، بل يريد إفراغ الاتفاق النووي من المحتوى بالنسبة لإيران، يعني من وجهة نظر الإيراني. وهذا الاتفاق لماذا؟ للحصول على اتفاق آخر يعني، أو ما الهدف يعني؟ الهدف الضغط على إيران حتى يتم تطويعها، تطويع دورها لصالح سياسة ترامب الشرق الأوسطية، أو بالأحرى نستطيع القول تسليمها. يعني ترامب يريد تركيع إيران بهذه المرحلة لأنه في استعجال واضح، يعني احنا نرى هذا الاستعجال في المواقف الامريكيه. طيب عاد الينا الدكتور محجوب الزويري، اتمنى ان يكون الاتصال افضل الان. دكتور محجوب، الان فيما يتعلق برؤيه ايران وتعامل ايران مع هذه التهديدات ومع هذه التصريحات المتصاعده، كيف تتعامل معها ايران؟ هل تبقى في نفس الاطار الخطاب الايراني الذي يتعلق بقوى الاستكبار والمواجهه ومواجهه الشعب لهذا الخطاب، أم تسلك طريقا آخر برأيك؟ في الحقيقة السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة وصلت حدا كما يقال بيك، يعني في أقصى ما يمكن، متدخلة في بعض في كثير من المناطق المحيطة بها، في العراق، في سوريا، في أفغانستان، تحاول تحريك المسار السوري بطريقة ما تتم مصالحها، تلعب دور مهم في شمال العراق، وبالتالي هنالك يعني مرحلة متقدمة وصلتها، يعني إيران لا تستطيع أن تلعب دورا أكثر من هذا الدور الذي تقوم به، يعني هو دور مكلف اقتصاديا الآن. ولذلك ما كنت أقوله قبل تقطع الصوت بأنه هذا المحاولات رئيس ترامب هي تركز على تعقيد الاتفاق بشكل كبير حيث تخسر إيران تربح. بمعنى آخر، كل ما يمكن أن تحصل اقتصاديا أو وعدت به أمام تعقيد الإجراءات سيتأخر كثيرا مما سيزيد الضغط على النظام السياسي. إيران بالضرورة حاول مظهر الشكل، وهذا ما يحصل، ردود فعال تبين ذلك. العقوبات التي فرضت هذه قابلت إيران في الخليج العربي، في نفس الوقت حاول إظهار اتفاق ليس مسألة أمريكية، يعني لأمريكا أن تشاء، ولكن إيران تركز على علاقتها مع الأوروبيين وعلاقتها مع روسيا والدول كالصين، يعني تحاول إظهار مظهر ماسك ظل هذه العاصفة. الملفت الانتباه شيء أساس يجب رصده في الأيام القادمة، وهو أن إيران كانت أدبار فترات سابقة ولديها حلفاء متماسكين مثل النظام السوري، الآن هؤلاء يعودوا متماسكين، هؤلاء اللاعبين في وضع ضعيف جدا فيما قبل 2020، وبالتالي إيران لا تستطيع بس أدبارها بشكل تلعبه، وبالتالي يجب أخذ هذا الأمر بالاعتبار وربما تركز عليه في التعامل مع إيران. بمعنى آخر، لا تستطيع إيران، يمكنها أن تستمر في أدوار إدامة، لكن هذه الأدوار أكثر اقتصاديا إذا ما استمرت أسعار انخفاض أو حتى في الآن، وتعقدت تقدير الاتفاق الإيراني وتوافقت متحدة مع تركيا على بيران آمنة في سوريا، كل المشروع يعني سيتعلق في مصر سيكون في مهب. جميل، ابقى معي لو سمحت دكتور محجوب زويري. استاذ محمد مدحجي ايضا في نفس الاطار في طبيعه تعامل ايران الان مع هذه التصريحات،
إيران يقول قائل يعني قوة موجودة مهمة في الشرق الأوسط، لها تواجدها في سوريا، في اليمن، في لبنان، لها تحالفاتها أيضا، يعني لا يمكن تجاهلها ببساطة، لا يمكن لترامب أن يخضع إيران بهذه البساطة. الرد الإيراني برأيك إلى أي مدى يمكن أن يصل؟ كيف يمكن أن تتعامل مع إدارة ترامب؟ إيران لديها أذرعها في المنطقة كما أشرت، ويعني حزب الله اللبناني على سبيل المثال، وخرجت بعض تقارير إعلامية تتحدث عن تحضيرات إسرائيلية لحرب ثالثة مع حزب الله، وهذه التحضيرات يعني هذه التحضيرات لم تكن منذ اللحظة، يعني أصبح لها 3 أو 4 أشهر، وإسرائيل قلقة جدا من جانب ثاني نظرا للأسلحة التي استحوذ عليها هذا الحزب خلال فترة حرب دائرة في سوريا، ويريد أن يقضي على هذا المخزون، وهذه الحرب ستكون ردعا أو رد يعني تفاديا لردة فعل إيرانية محتملة في لبنان أو في باتجاه إسرائيل. أما بجانب العراقي، يعني التواجد الإيراني الكبير اللي احنا نشاهده في العراق يمكن أن يكون هناك يعني تكون هناك ردة فعل إيرانية، لكنه في شغلة لا يجب احنا يعني ننتبه لها، إيران تتحرك في العراق بغطاء أمريكي تحت ظل أمريكي في أي حال من الأحوال، يعني هناك إشراف أمريكي مخابراتي كامل وتام، سيطرة 100% على ما تفعله إيران في العراق جوا وبرا واستخباراتيا وبأي شكل يعني. فإيران تعلم جيدا أنه ساحة صراحة مع الولايات المتحدة ضيقة جدا، وخاصة أن الآن الولايات المتحدة ليست على تلك العلاقات الجيدة مع على سبيل المثال المملكة العربية السعودية ودول الخليج، يعني دول الخليج الآن هي في شبه يعني علاقة شبه متوترة أو متوترة جزئيا مع الولايات المتحدة، وإيران لا تستطيع أن تضغط على هذه الورقة أيضا، يعني إذا اعتبرناها ورقة أو يعني ساحة من الصراع. إيران البعض يتحدث عن حلف الآن ما بين الولايات المتحدة والخليج، يعني في هذا الإطار عن دعم أمريكي للتحالف، مثلا إذا أخذنا بعيد الاعتبار اليمن، إرسال المدمرة الأمريكية كول إلى المضيق باب المندب، حديث الولايات المتحدة ولأول مرة ربما عن جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، لا يدفع ذلك في هذا الإطار أيضا؟ لا أرى ذلك، لسبب لأنه الآن إيران بحاجة إلى علاقات جيدة مع الخليج. أنا على سبيل المثال أشير إلى تصريح الأمس صرح به نائب وزير الخارجية الكويتي خالد جار الله، الذي قال أن إيران أن الدول الخليج العربية ترحب بمقترح إيران لفتح حوار مشترك ما بين دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي وإيران، حول ملفي سوريا واليمن. يعني الموضوع الملفات الشائكة ما في المنطقة وفي الإقليم هي لا تقتصر على على سبيل المثال إغلاق مضيق باب السلام هرمز، يعني الموضوع ليس كذلك، أصبحت تشعبات كثيرة للمواضيع، يعني مواضيع كثيرة متشابكة، فالمصالح الإقليمية الآن في بعض الأحيان متضاربة مصطدمة مع بعض، وفي بعض الأحيان يعني متفقة، فلا يمكن لإيران الآن تهدد بأمن الخليج أو يعني قطع مجرى النفط وتصدير النفط من منطقة الخليج، فهذا الموضوع يعني شبه خارج الإطار، فيبقى يعني نقاط احتكاك إيران مع الولايات المتحدة على العراق، يعني ستختصر على العراق، يعني أنا لا أرى أكثر من ذلك، فإيران ستكون شبه مرغمة للتنازل مقابل المطالب الأمريكية، ونرى ذلك بوضوح بتصريحات خامنئي. نحن يعني كمعارضين للنظام الإيراني نعرف جيدا خطاب خامنئي وخطاب قائد الحرس الثوري، أنا على أشير يعني نعم البعض يعتقد أو يعني يقول خطاب لين حتى الآن كان. نعم أن حدود المواجهة ربما تكون أو رضية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ربما تكون في العراق ليست في منطقة أخرى، وهنا أسأل دكتور محجوب الزويري، هل فعلا يمكن أن تكون ساحة المواجهة هي العراق ليست في مكان آخر؟ بالتأكيد، يعني إيران تعتقد بأنها تلعب دور أساسي في العراق، وباعتقادي بأنه يمكن أن يكون أحد الساحات، لكن ليس بالضرورة الساحة الوحيدة. إيران ستحاول التأثير في السوق النفطي بشكل كبير، وستحاول أيضا محاولة بناء علاقة مع أوروبا، خاصة الدول التي
الآن لديها موقف من إدارة ترامب، ستحاول التركيز على جبهة أوروبا وفصل أوروبا عن أمريكا كما كانت تفعل ذلك عام 2003 و2004 و2005. واعتقادي أنه سيكون هذا التكتيك يعتمد أيضا على مواقف الإدارة وكيف تطور مواقف الإدارة الأمريكية من إيران. نعم، إذا برأيك يعني هذه الخيارات هل تقف عند هذه النقاط التي ذكرتها؟ هل هناك أي إمكانية لوصول هذا التوتر إلى مرحلة مواجهة أم أن الأمر مستبعد؟ أنا باعتقادي لا يجب استبعاد خيار مواجهة عسكرية. أنا أرى بأنه الطرفين لديهما أزمات كثيرة في الداخل وتتطور هذه الأزمات، والتاريخ والنظرية السياسية يقولان لنا أن الدول التي تواجه من أزمات داخلية متزايدة ولا تستطيع إيقافها تنزع إلى مواجهات خارجية في محاولة لملمة المواقف. فباعتقادي أنه هذا يجب أن لا يكون مستبعد بالنظر إلى ما يحدث الآن في كلا البلدين من تطورات داخلية. شكرا جزيلا دكتور محجوب الزويري، الأستاذ المتخصص في دراسات الخليج، كنت معنا من الدوحة. أعود إليك أستاذ محمد المذحجي، لو فرضنا هكذا فرضية أن فعلا أن الأمور وصلت إلى حد المواجهة العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة، هل تستمر إيران فعلا وتصل إلى هذه المرحلة، مرحلة المواجهة، أم أنها ربما قبل الوصول إلى مرحلة المواجهة العسكرية تستجيب أو تخضع للضغوطات والتهديدات الأمريكية؟ إذا لاحظنا التصريحات الإيرانية، منهم تصريح المرشد، نحن تعودنا على تصريحات المرشد أنها تصريحات حادة، يصف الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر والعدو والاستكبار وهذه التوصيفات اللي يستخدمها. هذه المرة لم يستخدم هذه التوصيفات، وبالعكس كانت تصريحاته شبه لينة، يعني اعتبرت في الأوساط الإيرانية بأن هناك شبه شيء من المرونة يوجد لدى موقف المرشد الأعلى الإيراني. وطبعا فشلت المحاولات الإيرانية الأوروبية المشتركة لفتح قناة تواصل ما بين إيران وإدارة ترامب قبل تنصيب ترامب من خلال فيدريكا موغريني، وصرح جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني بذلك وقال أنه هناك محاولات لكننا لم نستطع أن نتواصل مع فريق ترامب الجديد. الآن يبدو لي أنا حسب شيء اللي أراه من الزيارات المتتالية بين طهران وموسكو، قبل 3 أيام مبعوث بوتين الخاص كان في طهران، واليوم ذهب عراقتشي نائب وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو. أنا أرى أن موسكو أصبحت الوسيط ما بين إدارة ترامب وإيران لوضع صيغة حل ترضي إيران وترضي الولايات المتحدة، لكنه بدون ذرة شك وفي صالح موسكو أيضا، وصالح موسكو أكيد يعني سيكون ذلك، سيكون ذلك في صالح موسكو. يعني إحنا إذا لاحظنا النموذج السوري الآن اللي نراه ما بين الولايات المتحدة وروسيا، نرى أن هناك تعاون جزئي من الولايات المتحدة لدعم ما تفعله روسيا في الساحة السورية بغض النظر عن التفاصيل. يعني بشكل عام إذا لاحظنا الموضوع نرى ذلك بوضوح. طبعا إيران يمكن أن تكون ساحة أخرى مشابهة للساحة السورية وأيضا العراقية، والأخذ والعطاء والملفات العالقة ما بين روسيا والولايات المتحدة لا تختصر على سوريا وإيران فقط، هناك ملف كوري، ملف الأوكراني، ملف الاحتياطات النفطية في القطب الشمالي، يعني ملفات كثيرة ما بين الدولتين العظميتين عالقة يجب حلحلتها، الأخذ والعطاء فيها. يعني الآن نحن في إيران، أنا أرى أن إيران ستتنازل وستخسر، لأنه الاتفاق النووي الحالة المثالية، الحالة اللي إيران لم تكن تحلم بها أصلا، وحصلت على هذه الصفقة مع الغرب في عهد أوباما. في عهد أوباما. الآن ترامب لا يريد ذلك أصلا، من الأساس لا يريده. يعني أساس التوافق اللي تم والأسس اللي تمت على أساسه، على تلك الأسس، وفق تلك الأسس تم هذا الاتفاق. الآن ترامب ينسف تلك الأسس ويريد أسس جديدة، وهذه الأسس لا يزال نحن لم نلمس ملامحها. يعني ماذا ليست يريد؟ واضحة إلى الآن، حتى الآن ليست واضحة. لكن من الواضح أن إيران لم تكن هي الأساس. نعم. أو جزء من هذه الأسس. طيب جميل، انضم إلينا الآن من موسكو الدكتور عبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر. دكتور باعبود مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا وسهلا دكتور باعبود، يعني كيف تنظر الآن
دول الخليج الآن إلى هذا التوتر الموجود في العلاقة ما بين ترامب وإيران، هذه التصريحات المتتالية والآخذة في التصاعد، كيف تتعامل معها دول الخليج؟ كيف تنظر إليها؟ شكرا. من ناحيه اوليه، طبعا دول الخليج تتجنب اي تصعيد للوضع في المنطقه، يعني يكفي المنطقه ما مرت فيه من مشاكل، و يعني دائما تنحو دول الخليج الى السلم ودائما تنحو الى التهدئه. ولكن في نفس الوقت هنالك مآخذ كبيره على ايران، على سياسة إيران في المنطقة العربية، كانت في العراق أو كانت في سوريا أو في لبنان أو في اليمن أو حتى في البحرين وفي دول الخليج نفسها، فهناك معاقب كثيرة على إيران وعلى سياستها. ودول الخليج اشترطت في أن الإدارة الحالية الأمريكية ربما لا تكون متحملة مثل الإدارة السابقة، ولا تكون يعني سهلة مع إيران مثل ما كانت الإدارة السابقة، وأنها راح تقف لها بالنسب، وأنها لن تتحمل هذه الإدارة الأمريكية أي استفزاز من إيران، كان للقوات الأمريكية في المنطقة أو لحلفائها في المنطقة. فهناك يعني نوع من الارتياح للموقف الإدارة الأمريكية الحالية، ولكن في نفس الوقت يعني لا يخفى عليكم انه دول الخليج لا تنوي ان هذا التصادم ما بين ايران والتصعيد ما بين ايران والولايات المتحده انه يؤدي الى شيء اكثر من تحجيم ايران، يعني لا يعني دول الخليج لا تسعى الى حرب ولا تسعى الى زعزعه المنطقه. تعرف الدول يعني دائما تحب الاستقرار وقيادات تحب الاستقرار وتحب ان المنطقه تكون يعني تحب الاستقرار، لكن كما أشار دكتور عبد الله يعني إيران ربما بتحركاتها في المنطقة، أنت أشرت إلى لبنان، أشرت إلى اليمن، يعني وهي أقرب ربما إلى الحدود السعودية مثلا، لا تسعى إلى الاستقرار في هذه المنطقة. الآن إذا جاء ترامب وصعد في هذا الإطار، هل ستستمر حالة الارتياح هذه التي أشرت إليها في دول الخليج؟ طبعا هنالك نوع من يعني توتر أيضا في دول الخليج، لأن سياسة إيران غير سياسة ترامب غير واضحة. تصريحاته طبعا كانت نارية قبل انتخابه، وعادة اللي يحصل انه تصريحات شيء وتطبيق السياسة شيء آخر. بس الملاحظ ان ترامب بيحاول انه يثبت ما قاله في حملته الانتخابية، وربما جزء من تصريحاته او كثير من تصريحاته راح تكون حقيقة وراح تكون تتحول الى سياسة. هذه السياسة اذا كانت تسعى الى تحجيم ايران وتقليص دورها في المنطقة إلى أن تصبح يعني دولة تعيش في جوار مسالم وتحترم جوارها الخليجي وتحترم أيضا موقعها كدولة مسالمة في المنطقة، ففي هذه الحالة دول الخليج حتكون مرتاحة. لكن إذا أدى هذا التصعيد إلى أن مثلا يزداد حدته وأن يكون هناك في مواجهة بين إيران وأمريكا وربما لا سمح الله تؤدي الى حرب، فطبعا دول الخليج حتكون ايضا متاثره من هذا الموضوع، لان لا تنسى ان هنالك قواعد امريكيه في المنطقه، لا تنسى ان ايضا ايران هددت بانها راح تهاجم اي وجود غربي في المنطقه، وهنالك وجود غربي في بعض دول المنطقه. فدول الخليج راح تدخل الصراع رضت ام ابت. ففي هذه الحالة دول الخليج تحاول بكل إمكانية أن لا يستمر هذا الصراع ويزداد عنفه بحيث يؤدي إلى مواجهة عسكرية. وهي أيضا في حالة يعني حرجة جدا، من ناحية تريد تحجم إيران وتقلص دورها في المنطقة وتبعدها عن تلاعب في سياسات المنطقة، ومن ناحية أخرى تحاول أنه لا يؤدي هذا إلى صراع.
فدول نعم. الخليج تحاول انها طيب واضح عمليه تتوازن في هذا الجانبين. طيب تديرها بتوازن. ابقى معي لو سمحت دكتور عبد الله باعبود. انضم الينا الان ايضا الكاتب الصحفي سيد قاسم قصير يتحدث معنا من بيروت. سيد قصير مرحبا بك. هل تعتقد فعلا ان دونالد ترامب قادر على تحجيم دور ايران في المنطقه؟ يعني دونالد ترامب يحاول ان يضفي على سياسته اجواء جديده بعد نهايه عهد اوباما، وانه يريد اعاده امريكا الى الدور الفاعل في المنطقه، لكن اظن ان ما يقوم به ترامب لن يؤدي الى اي نتائج على الارض الواقع، لان الوقائع الميدانيه ليست لمصلحه امريكا في المنطقه. كل ما يريده الان ترامب هو تاجيج اجواء المنطقه، وليست امريكا هي التي ستدخل في حرب أو مواجهة. للأسف أمريكا ستحاول أن تزج العرب وإيران في صراع فيما بينهم، وتحرض إيران والعرب على صراع تحت عنوان تحجيم دور إيران في المنطقة. لذلك علينا أن نكون متيقظين من المحاولات الأمريكية الجديدة التي تحاول أن يعني تدفع الأوضاع في المنطقة إلى الصراع، لأن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة سواء في عهد أوباما أو في عهد ترامب أنها لن تدخل هي في صراع مباشر، لكنها ستحاول تحريض القوى في المنطقة على بعضها البعض في إطار أو تحت عنوان تحجيم الدور الإيراني. ولكن لا تعتقد سيد قاسم قصير أن إيران والعرب فعليا الآن في الواقع يعني على أرض الواقع في صراع موجود في سوريا يتمثل يعني في أقصى درجاته، ربما في اليمن ايضا يعني صراع قائم وموجود، يعني لن يبدا بوجود عهد ترامب الان ببدايه عهد ترامب. صحيح ان هناك الان في المنطقه، لكن هذه الصراعات تاخذ طابعا غير مباشر ولها ظروف محليه في كل منطقه. يعني في اليمن القوى اليمنيه يعني في صراع معين، وكل قوه مدعومه من قوى خارجيه، لكن الخوف الاكبر ان يكون هدف ترامب ايجاد يعني حرب مباشره بين العرب وايران، كما حصل في الحرب العراقيه الايرانيه قبل حوالي 30 سنه او 65 سنه تقريبا، عندما دفع العراق لشن هجوم على ايران مباشر. الخوف الاكبر ان تنخدع بعض الدول العربيه بسياسات ترامب الجديده وتظن انه سيواجه ايران وتندفع هي في المواجهه، هذا هو الخطر انا برايي. ترامب يريد مصلحه امريكا وهو لا يريد مصلحه المنطقه، وليس هدفه تحجيم ايران بالمعنى تحجيم دور ايران، لانه يدرك ترامب ان ايران اصبحت قوه اقليميه في المنطقه ولا يمكن العوده الى ما قبل الاتفاق النووي، لكن يهدف ترامب الى تحرير العرب واظهار العرب انه هو ضد امريكا حتى تزداد اجواء الصراعات وندخل في صراع مباشر بين العرب وايران، يعني صراع مباشر، وهذا ليس صراعات بالوكاله لكنه صراع مباشر، وهذا هو اخطر مراحل الصراعات في المنطقه. نعم، ابقى معي لو سمحت سيد قاسم قصير. استاذ محمد المدحجي، هل فعلا تعتقد ان تميل الى هذا الطرح ان ترامب يسعى الى ايقاع كل من ايران والمنطقه ربما دول الخليج يقصد بالتحديد، تحدث بشكل عام دول عربيه في صراع عربي ايراني؟ اذا لاحظنا سياسه الدول العربيه خاصه الدول الخليجيه التي هي في خط الامام مع ايران، اذا افترضنا هناك صراعا انا اراه منافسه على المصالح وليس الصراع بمعنى صراع اللي حصل ما بين ايران والعراق. انا ارى ان فصل تلك الصراعات انتهى في كل العالم وليس فقط في منطقه الشرق الاوسط، وحرب العراق الثاني ايضا اثبت انه هذا النوع من الصراع انتهى ولا جدوى منه، يعني لا توجد دوله او جيش في العالم اقوى من الجيش الامريكي ويخوض حربا ضد دوله اضعف منه بالمرات وينهزم او يخسر، خلينا نقول يخسر الاموال ويخسر النفوس ويخسر ضحايا يعطي ضحايا. فموضوع هذه الصراعات انا وجهه نظري منتهيه، لا ايران ولا الخليج ولا اي دوله اخرى لن تدخل في هكذا صراعات من هذا النوع. اما تبقى المنافسه، يعني ايقاع الدول في منافسه مع بعضها، يعني هي الدول زي ما تفضلت حضرتك في السؤال، هذه الدول من الاساس هي متنافسه. الان الدول الخليج وايران مقبلتان على حوار استراتيجي مشترك، وزياره وزير الخارجيه والنائب الاول للبرلمان الكويتي الذي نقل رساله خارجيه لتدشين حوار استراتيجي كما هم صرحوا، يعني انا اقول نفس التصريحات اللي قالوا بها المسؤول الكويتي قال بها، نحن نقلنا المسؤول الكويتي قال نحن
نحن لقنا رسالة لتدشين حوار استراتيجي مع إيران لأمن منطقة الخليج. يعني الدول بلقت يعني نضجت وإعادة ذلك الصراع التقليدي الماضي اللي كان قبل 30 عاما أو 40 عاما لا يمكن الآن. الدول يعني أصبحت في مستويات أخرى، ولكن الصراع موجود، يعني ربما ليس في الأرض الإيرانية أو في أرض، ولكن في أراض أخرى، في سوريا، في نعم. في اليمن يعني. نعم، نشير إلى نموذج وحصل هو فعلا في لبنان. يعني هناك صفقة إيرانية خليجية إيرانية سعودية شئت ما وصفها من هذا النوع في لبنان حصلت، وتم التوافق على أن يكون مرشح حزب الله اللي هو ميشيل عون رئيسا للبلاد. الآن هذه الصفقة هناك حديث جدي عن إعادة هذه الصفقة في العراق، يعني لما يتم التنازل عن خور عبد الله لصالح الكويت. هسه الحق من يعني لا نريد ندخل بأنه الحق مع من، ما حصل نحن نحلل ما حصل. يعني هل ذلك سيكون دون مقابل؟ يعني العراق اللي هو الآن حليف لإيران، حليف رقم واحد، إذا لم يكن البعض يعتبر الحكومة العراقية أصلا عميلة لإيران، أنا خلينا نقول حليف، يعني حديقة خلفية، حديقة خلفية لإيران. يعني لما العراق يتنازل من خور عبد الله هل يكون ذلك دون مقابل؟ هذه كلها مؤشرات واضحة تظهر أن الخليج وإيران متجهين إلى توافق. والتصريح البارحة اللي صرح به نائب وزير الخارجية الكويتي تصريح في غاية الأهمية، ورحب برسالة اللي أرسلها جواد ظريف إلى الكويت كمندوب للمجلس التعاون الخارجي للتفاوض والحوار حول ملفي اليمن وسوريا. يعني الجانبين وصلوا إلى عقلانية أن هناك إنهاك للاقتصاد الإيراني، إنهاك للاقتصاد الخليجي، يعني كلها أموال تصرف في سوريا وفي العراق. فالموضوع أنا أراه أنه نضج بلغ ذروته، والآن نحن في انحدار وفي نزول لحدة هذه الصراعات، أو أنا أصفها بالمنافسات بالمنطقة. طيب. نذهب إلى الدكتور عبد الله بعبود، ربما لديه وجهة نظر أخرى. المرحلة وصلت إلى، يعني الصراع وصل إلى مرحلة من النضوج الآن ما بين هذه الدول. السيد محمد المذحجي يتحدث عن توافق مقبل ما بين إيران والخليج، هل تتفق مع هذا الطرح أم أن المرحلة مقبلة كما قال السيد قاسم قصير عبارة عن فخ يرسمه ربما ترامب لإيقاع كل من الخليج وإيران في صراع عسكري ومواجهة عسكرية؟ ألو، أعتقد أنه الخط بيتقطع وفاتني الكثير من ما قيل، بس إذا فهمت السؤال بيكون ردي كالآتي. دول الخليج طبعا لا تسعى إلى تأجيج صراعات في المنطقة ولا تنوي هذا. دائما ما كانت تحاول أن تهدي الأمور بين إيران وحتى إيران وأمريكا، ولكن تنسى أن الاتفاق النووي أيضا أثر عن بعض الدول الخليجية وبالاسم عمان، يعني سعت إلى أن تحل كثير من المشاكل ما بين إيران وأمريكا. دول الخليج وشعوب دول المنطقة طبعا لا يهمهم الصراع ولا ينمو هذا الصراع، ولكن في نفس الوقت يجدوا أنفسهم في موقع المدافع، لأن يعني وجدوا أن هنالك في تدخل إيراني واضح في المنطقة في كل الدول العربية وفي دول الخليج نفسها ومعظم الدول العربية. طيب دكتور عبد الله، يعني معذرة عن المقاطعة، نعم إذا كنت تسمعني بشكل جيد، إذا أنت يعني قلت أن الدول الخليج لا تسعى إلى هذا الصراع ولا تشجع مثل هذا الصراع، هل هي مقبلة على مرحلة توافق مع إيران كما أشار ضيفي في الاستوديو؟ إيران أعلنت أنها مستعدة لحوار فيما يتعلق بسوريا واليمن، هل تصل دول الخليج مع إيران إلى مرحلة من التوافق؟ طبعا هنالك في قنوات مفتوحة ما بين إيران ودول الخليج، كانت مباشرة أو غير مباشرة، للحديث مع ما بين الجانبين لإيجاد أرضية معقولة للتفاهم على الأقل على بعض الملفات. ذكر بعضها وبعضها أيضا يعني لا زال في طور الحوار. بس أنا أعتقد أن هنالك مشكلة كبيرة، دائما نحن نعلق كل مشاكلنا على الغرب ولا على أمريكا. طبعا لا ننسى أن أمريكا قوة عظمى ولها مصالحها في المنطقة، وأن هنالك أيضا دول أخرى لها مصالحها في المنطقة، لكن المشكلة الأساسية في رأيي أنها تنبع من الدول الإقليمية نفسها. يعني إحنا أعدائنا أنفسنا في الأول، وفي هذه الحالة نسبب
او نزعل الدول الاخرى ونعطيها كيف 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 دكتور عبد الله يعني ما هي تفاصيل ذلك يعني؟ دول الخليج يعني الصراع والخلافات هي ما بين ايران ودول الخليج، الصراع الاساسي ما بين ايران ودول الخليج والدول العربيه. فايران يعني دوله اقليميه مفروض انها يعني كلها دور مساهم في تحقيق الامن في تحقيق التنميه في المنطقه، ولكن نرى ان دور ايران من الثورة الإسلامية وبعدها يعني كان وللأسف الشديد يعني جزء كبير منه، ما نقول كله، جزء كبير منه كان يعني تخريبي في المنطقة، تصدير الثورة، التشييع وغير ذلك، وتدخل في العراق، تدخل في سوريا، تدخل في لبنان واليمن. فطبعا هذا يثير حساسية دول الخليج والدول العربية بالجهة. وايضا طبعا هي عندها مشاكل اخرى مع الغرب، مع القوى العالميه في موضوع الملف النووي، وهذا يعني موجود في الاتفاقيه. انا ارى ان الان ان المشكله الان ليست فقط بس في الصراع ما بين امريكا وايران، اعتقد ان الاداره الحاليه ليس لديها التحمل الذي كان موجود عند الإدارة السابقة. لا تنسى أن إيران استفزت كثير أمريكا في عهد إدارة أوباما. لا تنسى أن إيران احتجزت بحارة أمريكيين وأهانتهم أمام العلن في التلفزيون. الإدارة الحالية لن تسمح بهذا، وأعتقد أن هذا ربما يسبب ويزيد الصراع في المنطقة، ممكن يسبب حتى صراع مباشر. هنالك قوارب أمريكية، هنالك قوارب إيرانية في منطقة مزدحمة بالقوارب. شكرا. ربما سوء التفاهم يزيد هذا الصراع وربما حتى يؤدي إلى حرب مباشرة للأسف. نعم، شكرا جزيلا دكتور عبد الله بعبود مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، كنت معنا من موسكو. أذهب إلى بيروت مرة أخرى مع الكاتب الصحفي قاسم قصير. سيد قصير، هناك من يتحدث عن رغبة حقيقية لدى ترامب في التصدي للمشروع الإيراني، يعني منذ توليه الرئاسة هاجم إيران عدة مرات، فرض عليها عقوبات، أدخلها ضمن حظر السفر وضمن 7 دول الأخرى، ألا يشير ذلك فعلا إلى رغبة ترامب في التصدي لإيران في المنطقة؟ أنا أولاً أود أن أشير إلى ملاحظة، أن أنا طبعاً أتمنى أن ما قاله ضيفيك سواء من الفيديو أو من مشكو أن يحصل، يعني يكون هناك نوع من تقارب أو تواصل بين إيران والدول العربية، لأن هذا هو الخيار الوحيد من أجل مواجهة السياسات الأمريكية الجديدة في المنطقة ولوقف كل هذه الصراعات. وطبعاً أتمنى أن تكون الرسائل الكويتية والمواقف الكويتية تصب في هذا الاتجاه. أما بالنسبة لترامب وإيران، ما يقوم به ترامب الآن هو أشبه ب يعني ما أريد أن أسميها ألعاب بهلوانية، لكن خطوات لها أبعاد دعائية أكثر منها معركة حقيقية مباشرة. نحن يعني منذ الاتفاق النووي الإيراني الدولي ومنذ ما التطورات التي حصلت في سوريا بالتعاون بين روسيا وإيران وتركيا، نحن أمام وقائع جديدة. ترامب يحاول من خلال بعض الخطوات أن يقول أن أمريكا هي قوية وقادرة على أن تواجه، لكن نحن نعرف أن القدرة الأمريكية أو القوى الأمريكية اليوم لم تعد كما كانت في مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. نحن أمام وقائع جديدة، طبعا علينا أن ننتظر بعض الوقت، هل سيذهب ترامب في المواجهة إلى أبعد حد، وهل هو مستعد لخوض صراع مباشر مع إيران سواء صراع عسكري أو صراع ميداني، أو أنه سيلجأ إلى الصراع غير المباشر. طبعاً شكراً. كل احتمالات واردة، لكن من ضمن المعطيات الآن الدولية أو الواقعية أنه ليس من مصلحة أمريكا الذهاب إلى صراعات عسكرية. شكراً مباشرة. نعم، شكراً جزيلاً سيد قاسم قصير كاتب الصحفي كان معنا من بيروت. كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو سيد محمد المدحجي الخبير في والباحث في الشؤون الإيرانية، شكراً جزيلاً. أعزائي المشاهدين، شكراً على حسن متابعتكم، ألقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.